اسمي احمد درانو بتاع تكييف عربيات. النهارده بتكلم بالنسبه للتكييف بتاع العربيات والناس اللي مش عارفه لما التكييف بيبقى ضعيف ايه اللي ممكن يبقى موجود في التكييف، ايه المشكله اللي في التكييف. احنا هنبدا بفلتر التكييف الاول. فلتر التكييف لما بيبقى مسدود بيخلي السرعيه بتبقى ضعيفه مش السقعيه. في فرق ما بين السرعيه بتاعت الهواء وفي فرق ما بين السقعيه بتاعت الهواء. فلتر التكييف لما يبقى فيه مشكله او مسدود ولا حاجه بيخلي السرعيه بتاعت الهواء ضعيفه، فبيبقى صاحب العربيه بيفتكر ان التكييف فيه حاجه، فممكن التكييف ما يكونش فيه حاجه، ممكن يكون الفلتر محتاج يتغير. ومبدئيا الفلتر بيتغير لما تحس ان الهواء ضعيف، وانا بنصح ان انت ما تنضفوش. يعني انت لو حسيت ان الهواء ضعيف من الاحسن ان حضرتك تغيره، ده احسن عشان خاطر في مروحه بتاعت كويل ده بيركب عليها التكييف، وبعد كده الفلتر دوت لما بيتسد بيلم تراب، فاحنا نغيره على طول عشان خاطر المروحه بتاعت الكويل ما يحصلهاش حاجه. ده اول حاجه في خطوه التكييف لما مثلا صاحب العربيه يبقى حاسس ان الهواء ضعيف. تاني حاجه في واحد في صاحب عربيه يجي حد بتاع تكييف يقول له التكييف عندي ضعيف، ممكن يكون قله صيانه فريون. الفريون كده كده يعني مفيش حاجه بتعيش العمر كله، وبعد كده هي دايره التكييف دي تبقى دايره مغلقه، ممكن الفريون يتحرق من قله صيانه، وممكن الفريون يحصل له حاجه بسبب عمليه تصريب حصلت في العربيه في الدايره، في خرطوم بقى، في كومبروسر، في سربنتينه، في سربنتينه داخليه بتاعت الكويل. كل الحاجات دي ليها عوامل. ممكن الكومبروسر يكون قاطع كهرباء، الكهرباء بتاعته قطعت. كومبروسر التكييف في منه اتنين، في منه كومبروسر كهرباء وفي كومبروسر كلتش، ده عادي. طبعا الكومبروسر الكهرباء دوت للعربيات الجديده اللي يعني مثلا بتبدا مثلا من 2014 وحضرتك طالع مثلا. وفي عربيات الكومبروسر بتاعها بيبقى كومبروسر كلتش، ده بيبدا يعني مثلا ايه من 2000 وانت طالع برضه. فموضوع التكييف يعني ايه، لو حد يعني مش فاهم فيه ومش دارس فيه كويس ممكن تبقى مشكله صغيره يكبرها. يعني اهم حاجه الصنايعي وهو شغال يبقى مركز شويه، ان معظم شغل التكييف ده شغل دماغ. وتاني حاجه نوع الفريون بيفرق، بدل ما انت عايز التكييف يعيش معاك والدايره تعيش معاك وكده والعربيات ساقعه كويس، اهم حاجه نوع الفريون. نوع الفريون مهم جدا جدا جدا. في فريون صيني، في فريون انجليزي، في فريون اماراتي. الانجليزي ده غالي شويه، الاماراتي ده شغال. انا واحد من الناس، انا شغال من الفريون الاماراتي ده بقالي سنين، فريون كويس وبينجح لي شغلي وتمام وزي الفل، وحتى بيطول لي من شغلي وبينجح لي شغلي وكويس، وبيظبط السقعيه بتاعت العربيه وحركه التكييف. والصيني دوت ما ينفعش، الصيني دوت بيبقى عباره يعني ايه، الماده بتاعته بتبقى وحشه، لما بتخش في الدايره ممكن تبوظ كومبروسر او تسد حاجه اسمها اكسبنشن بتاع تكييف، فدوت ما بيبقاش كويس. الانجليزي ده احسن حاجه، بس هو مشكلته في مصر ان هو غالي شويه، فما بيبقاش محتاج، ان يعني مش محتاج للعربيات دي. هي في عربيات معينه لازم يركب فيها، يعني لازم يحط فيها الفريون الانجليزي ده، يعني مثلا زي الدوج، الكريزلر، المرسيدس الجديد، البي ام الجديد، الحاجات العاليه دي، فدي لازم تحط لها فريون معين. ايه الفريون المعين ده؟ فريون انجليزي. في زبون تاني يشتكي مثلا ايه، العربيه ما بتسقعش كويس، بس مثلا انا ممكن اقيس الفريون الاقي الفريون كويس والضغط كويس وكله تمام. بيبقى في مشكله في حاجتين، لا اما كومبروسر ضعيف الضغط بتاعه ضعيف، لا اما السربنتينه الخارجيه اللي ورا الراتير دي بتبقى مكتومه من التراب. انت ممكن تغسل السربنتينه تلاقي السقعيه دي بقت تمام، وممكن الكمبروسر بيبقى ضعيف. ده بقى بيروح للصنايعي اللي هيكشف لك. الصنايعي بدل ما كويس وفاهم شغله هيكشف لك كويس وهيعرف المشكله منين.